سي عبد السلام، مرحبا بك في جريدة الهون 24. سي عبد السلام، تكلمنا على المهرجان السنوي للحياة اللي غادي يكون في الشهر المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. عواشركم مبروكة، والشكر للصحافة محليا ووطنيا، وشكرا لهنا 24 اللي تفكرت الجمعية الهلسرية في تراث الطاقة الجبلية. مهرجان الحياة تنظمه جمعية الهلسريف تراث الطاقة الجبلية شركة مع النقابة المستقلة للفنانين والموسيقيين، وشكرا للجهة المدعمة وزارة الثقافة والجهة طنجة تطوان حسيمة. كنشكر كل من ساهم معنا في هذا الحفل العرس قصراوي من بعيد ومن قريب، شكرا للجميع. سي عبد السلام، بالنسبة للفنانين شكون هما اللي غاديين يشاركوا؟ شكرا لهنا 24. الفنانين غنينا على التعريف اللي غيشاركوا، منهم الفنان يونس بولماني، والمطرب محمد العنباري، والفنان كمال طلياني، وعبد ربي، مصطفى المسيك، محمد الحجاجي، أميمة، إلهام، عزيز الزهري، حافظ المسعود، زكريا سمينة، فنان إقبال، وبقى المفاجآت مع عند مدير المهرجان عبد السلام السهلي. إن شاء الله بقى المفاجأة للساكنة مدينة القصر الكبير اللي هي جمعية الهلسريف. هذه الدورة السابعة إن شاء الله تكون في المستوى، وتكون في حسن الظن ديال المغاربة كاملين اللي غيحضروا معنا في هذا المهرجان الحياة. بالنسبة للمهرجان، من المكان اللي غادي يتنظم فيه؟ إن شاء الله المكان اللي غادي يكون فيه الحفل وهو دار الشباب الحريزي، غتكون الافتتاح وندوة حول التراث الجبلي، ونقاش الفنانين كيفاش يستافدوا من حقوق المجاورة اللي غادي أطرها السي رشيد خضور المدير الجهوي للمكتب المغربي حقوق التلحين. وغادي تكون عندنا إن شاء الله حفل دار الشباب العوامرة، ونهار الكبير إن شاء الله الخاتمة غتكون في دار الثقافة مدينة القصر الكبير. بالنسبة للأيام ديال المهرجان فوقاش؟ بالنسبة للأيام إن شاء الله غادي نبداو نهار جوج شهر 5 2023، 2 ماي إلى 5، يعني تكون عندنا إن شاء الله 2 و3 و4 و5. بالنسبة للمشاركة ديال الفولكلور المغربي واش هيكون؟ ضروري إن شاء الله كما قلنا غادي يكون عندهم جمعية الهلسريف تراث الطاقة الجبلية شركة مع النقابة المستقلة، دعم من الوزارة الثقافة، ودعم من جهة طنجة تطوان الحسيمة. إن شاء الله نهار الافتتاح عندنا نهار جوج في شهر 5 إلى من جوج حتى 5 في شهر 5 في شهر ماي. إن شاء الله يربي عندنا ندوة صحفية حول التراث الجبلي، وعندنا تأطير الفنان كيفاش يستافد من مكس. نهار جوج في الشهر 5، نهار 3 إن شاء الله عندنا اكتشاف مواهب وطنية من طنجة إلى الهويرة، اكتشاف مواهب الشابة. النهار 4 إن شاء الله عندنا سهرة في دار الشباب العوامرة. نهار 5 في شهر 5 نهار اختتام عندنا في دار الثقافة، وإن شاء الله غادي يكون عندنا فنانين غنيين على التعريف. نتمنى من الله تعالى وبركاته هذا الشيء يعجب المغاربة. بالنسبة للفولكلور المحلي واش كاين المشاركة ديالكم؟ ضروري الفولكلور المحلي، التراث المغربي، التراث الشعبي ضروري اللي غادي يكون حاضر. عندنا فرقة
العيساويه، الدقه المراكشيه، عندنا قناوه، عندنا الحصاده، عندنا عيساوه، عندنا ضروري مشاركه ديال وليد القصر الكبير، ضروري كلشي ديال القصر الكبير. هادشي هذا كامل قصروه هما اللي نجحوا هاد المهرجان اللي لحق الدوره ديالو السابعه. كنشكروهم على الدعم ديالهم وعلى المساعده ديالهم والحضور ديالهم، شرف لينا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.